خليني اقول لكم على موضوع لما بتخانق مع زوجتك. انا عايزه اقول لما بتحصل مشكله طريقه الصلح المشكله، مش هنقول اسباب المشاكل دلوقتي، لكن انا عايزه جزئيه في طريقه الصلح. انا هعلق على سؤال من الاسئله اللي جالي، ومشكله طويله عريضه انا هقول لكم المختصر بتاعها. ان بعد ما اتخانقت مع زوجها وهو اتخانق معاها وحصلت مشاكل، ايا كان مين الغلطان من الطرفين، فبتقول لي المره دي هو غلطان وبهدلها. فطبعا اللي حصل ان عادي بتقولي بنسيب الامور، ركزوا معايا يا بنات ويا متزوجات في اللي انا بقوله ده. بتقول انا بيحصل الخناقه وخلاص اتخانقنا وهو اللي غلطان وعارف ان هو غلطان المره دي، بنسكت فتره لحد ما كل واحد يهدى وبعدين نرجع مع بعض، يا اما بعلاقه يا اما خلاص الدنيا هديت وخلاص على كده، وبتعدي الموضوع وبيعدي المشكله وانتهينا. خطوره الموضوع ده ايه؟ لا ده خطوره الموضوع ده رهيبه. خطوره الموضوع دوت ان ما بيتمش حل، ان المشكله بتفضل زي ما هي، انها ممكن تتكرر. النفسيه سلبيه على المراه من الامر ده، لانها بتفضل فاكره، ما شاء الله بتفضل فاكره، ومش بتفضل فاكره بس الاساءه، وبتترحل معاها على مدار سنين، وتيجي على قشايه بقى ريشه كده تقوم جايه ناهيه وضربه الكرسي في الكلوب والموضوع انتهى، مع ان كان ممكن علاجه. فعدم، اسمعوا يا بنات ويا زوجات، فعدم علاج المشكله في الوقت الحاضر في ساعتها، مش ساعتها واحنا مغضبانين ونفسيتنا، لا لما نهدى نقعد زي البني ادمين ونقعد نحل المشكله زي البني ادمين بالراحه كده. انت يا ابن الحلال عملت كذا وكذا، وانت يا بنت الحلال عملت كذا وكذا، وانا الامر ده الصح كذا والغلط كذا. طب ايه؟ طب كلام ربنا في الموضوع ده ايه؟ ها؟ طب كلام النبي عليه الصلاه والسلام في الموضوع ده ايه؟ دي مهم جدا. طيب نحله ازاي؟ طب ايه النظرات الحاليه؟ طب ايه الموضوع يتحل ازاي؟ طب ممكن نفتت الحاجه الكبيره المهام الصغيره، اقدر اعملها. هي ده المطلوب، ده المطلوب. تمام، ممكن بس يحطوه لي هنا، شكرا. لا هاتي 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 هاتي، وانا بحب اقرا الاسئله. يا بنت حركتي لي، شكرا. خلينا نحط لكم الكتاب هنا، انا هبقى ان شاء الله اقرا تعليقاتكم كده. فطبعا الموضوع ده مش صح. وبعدين بصوا بقى، بصوا المشكله بتتحط وتتقفل عليها، وبعدين تتقفل عليها وتردم عليها وتردم عليها، بدل ما كانت نقطه قد كده بقت قد كده. غلط غلط. اوعى ترحل حل المشكله ومفيش حل، او اوعى تسيب الامر يقول لك في حاجات نتغافل عنها. لكن لو اتكررت لازم يبقى في وقفه. طيب ما في امور توافق، صح، بس لازم يبقى في وقفه. بصوا بصوا يا زوجات، الجزئيه ديت علشانك انت قبل ما تكون علشان هو، علشانك انت، انتوا عارفين ليه؟ ها؟ عارفين ليه؟ علشانك انت، علشان الامر بتيجي في نفسيتك بتقول لك مش قادره. طب يا بنتي في عيال ما هيتبهدل، مش قادره خلاص ممكن اموت فيها، وتمشي وتعمل، وبعد ما تهدى وكده وكده الامور. لكن هي ليه؟ لانها سابت صغائر صغائر صغائر. النقطه دي مهمه. يبقى لما يبقى في مشكله ما ردمش عليها، ما ردمش على، اشوف الحل ايه، ولما نهدى نتكلم فيها بعقلانيه واحترام، اشوف الحل ايه واشوف اتكلم فيها بعقلانيه واحترام. رقم 2، لو هي حاجه بسيطه وممكن نعديها وبس نلمح من بعيد لبعيد، اوكي. في كمان بعض المشاكل اللي ما ينفعش تترحل، لازم الحل في وقتها، ولو جه الحل بعد كده ما بقاش لها اي قيمه، طعمها راح، طعم المعاتبه والمصالحه والمرضيه راح. فانا لازم اوزن الامور بميزانها الحقيقي، لكن بالوضع اللي احنا فيه ده مش صح. الوضع اللي احنا فيه مش صح.